فلسطين أمانة وتستطيع فلسطين أمانة. الوقفة اليوم دعت إليها العديد من الصحفيين، أولا يعني تضامنا يعني مع الصحفيين الذين قتلوا في غزة على إثر طوفان الأقصى، ولكن كذلك ليقولوا مع الشعب المغربي بأن الصحفيين هم جزء لا يتجزأ من الشعب المغربي الذي قال كلمته بدعمه للشعب الفلسطيني، دعمه المطلق للمقاومة ورفضه لكل ما يحدث من تحالف إمبريالي غربي على الشعب الفلسطيني. هذا القتل، هذه الإبادة الجماعية، الصحفيون اليوم يدينون قتل الصحفيين لأن هؤلاء جنود في الحقيقة يكشفون كل ما يجري في غزة وفي أرض فلسطين، كل فلسطين بما فيها الضفة الغربية التي انضمت هي الأخرى إلى غزة، ونعلم بأن الإبادة الجماعية أصبحت اليوم من في كل فلسطين، ولذلك الصحفيون اليوم بصوت واحد يعربون عن تضامنهم المطلق يعني مع الصحفيين جنود الصورة والكلمة وكشف يعني الحقائق، حقائق ضحية صحفي ضحية إبادة جماعية، صحفي ضحية إبادة جماعية، صحفي ضحية إبادة جماعية. الصحفيون دعوا طبعا إلى هذه الوقفة في إطار تصديهم للدعوات التي عام بها المسؤول الإعلامي بمكتب الاتصال الصهيوني بالرباط لعدد من الصحفيين في محاولة لاستعطابهم ولتوظيفهم في ترويج الرواية الصهيونية للصراع مع هذا العدو الصهيوني. إذا نعرف اليوم للتعبير عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني وللتعبير عن مناهضتنا للتطبيع، وكذلك هذه الوقفة نظمها الصحفيون والصحفيات المناهضون للتطبيع من أجل التعبير عن إدانتهم لاستمرار تعطيل الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. فقد وصل عدد الذين تم اغتيالهم من طرف عوات الاحتلال الصهيوني حوالي 170 صحفي وصحفية، بدءا من شيرين أبو عقلة ونحن وما بعدها. الشعب يريد إسقاط التطبيع، الشعب يريد إسقاط التطبيع، الشعب يريد إسقاط التطبيع. صوت الصحفيين اليوم صوت عالي، يطالبون بوقف التطبيع وفي نفس الوقت يتضامنون مع جنود يعني الكلمة والصورة الذين قضوا يعني في غزة حوالي 170 صحفي يعني قتلوا غدرا وقتلوا مع سبق الإصرار، لأن العدو الصهيوني يريد لكل جرائمه أن تتم في الليل وبدون أن تكون الصورة واضحة وصريحة للعالم أجمع. لا ثم لا كلنا في دافيدا، كلنا في دافيدا، وكلنا في دافيدا، كلنا في دافيدا، وكلنا في دافيدا، وكلنا في دافيدا، الفلسطين الصامدة، الفلسطين